خدوا بقى. شفت يا ماجد؟ شو هاد يا عمر؟ انت ما بتفكر غير بحالك يعني؟ ليك قلت لك هلا انا اعتبرناك ابن ما فهمت. ليك انت ما بتستاهل البنت يا سبع، فهمت؟ ما بتليق فيها. اه انت بتليق فيها. شو عمر؟ تعال هون. خلاص يا جماعة، خلاص يا جماعة، يا جماعة يا جماعة، خلاص شوفوا هالواطي بيتي كمان. لولا خاطر هالبنت بتعرفوا كنت ما طالعوا من هون إلا كيس عظم مشفى لحمه. الله 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 الله. هدي حالك، جواهر بكفي، جواهر هيك ما بيسوى، لازم تهدي حالك شوي. خلص جواهر، خلص جواهر، هدي خلص جواهر، أنا معك، أنا موجود. هدي جواهر، خلص خلص، أنا معك جواهر، مشي الحال، خلص مشي الحال. خالتي إقبال يلا نشفت حشوة المحشي. مين عم تتصلي كل شوي؟ عم بتصل بيسرى، كان بدي منها شغلة. انت نسيت انه كان عنا شغلة اليوم الصبح؟ يا الله عقلي مو معي ابدا. منروح بس بفرجيك المرة من بعيد. طيب معقول تعطيني ابنها؟ ايه بترضى يا طبعا. مسكينة عندها اولاد كتير وما عم تقدر تطعميهم، بس ما بدها حدا يعرف، بدها تقول انه ولد ميت بالمشفى، مشان هيك ما بتحكي مع غيري. ما بدها حدا يعرف بهالشغلة؟ أنا بفرجيك إياها بالسر. من ناحية بتصير بتصير، شو ما قالت هالمرأة عم تساوي. والله هالمخلوقة بتخوف. يعزيني بقامتك يا برهان، يمكن خلص شحنه، يا ترى بيكون المساك؟ كيف بدنا نعرف هلا؟ أنا بفتح، أنا بفتح. إجيت إجيت. لا حول الله يا ربي. عمر ابني شو صار؟ يلا فوت فوت فوت، اللي بدك تعمله عمله بالبيت، بهدلنا بالشوارع. عمر؟ لروح أنا على المطعم، إذا بدكم شي اتصلوا فيني ماشي؟ ايه ايه انت روح. حسن شو عم يصير؟ لازم نصب مي باردة على راسه يا أختي، ما أحسننا نسكته، جايته كريزة. يلا اطلع اطلع يا أخي، يلا يلا. رجعنا من إسطنبول. جديدة؟ جديدك، يولدان دوندك نص الطريق. جواهر كانت مخطوفة ولما سمعنا فيها رجعنا، وهيك صار معنا. ايه نحن كمان سمعنا، على أساس هربت. هي هي أصل المشكلة كلها، جواهر قلعت هاد لأنه هيك فكر ومعها حق، وهذا طحش على مالك آغا. إيه لو قاتلين اللي خاطفها؟ لما نلاقيه منقتله، بس الكلب هرب. يلا قوم يلا، أمشي أمشي يلا. أختي جاهزي له شي؟ لكني وراك. يلا أختي يلا يلا، فوت فوت فوت. تسطح هون. أختي أعطونا كاسة مي وشي فنجان قهوة، والله من أول الليل ونحن على الطرقات. إيه والله رح جم من هالزلمة بقى، بس لو يعطوني شوية وقت لكرس أنا كمان.
ولك آخ وشو بده يصير هلا؟ هلا الزلمة هربان، عمل اللي عليه وزيادة، مهم شوه سمعتها لجواهر وبركي فسد عليكي. إيه كيف بده يفسد؟ ما بيحسنوا يلاقوه. يلا أنت ودي له المي وأنا بعمل القهوة. تعال أقول لك تعال تعال يا دكتور. دكتور كيف صارت؟ منيحة؟ منيحة، أخذت الدواء ونامت. يا جماعة البنت رجعت من الموت، أنا بستغرب كيف بحسن خانقها وهي بهيك وضع. إيه دب كانت إجتني الجلطة. مالك آغا أنت لا تآخذه على طول هيك، ما بظنهم يتصالحوا أبدا بعد هالقصة. ليش أنا بخليهم يتصالحوا؟ إذا رجالي أرجينا حاله من هون وهيك. بس ما بيندخل بين الزلمة ومرته، يعني مثلا إذا جواهر ضعفت بعد يومين شو بتعمل؟ والله إذا صار هيك يعني وقتها يا ستي أنا بكون عم بعمل واجبي الإنساني. خلينا ناخد البنت ونروح بلا ما نوجع لك راسك أكتر يا أغا. لا، إذا رفع إيده مرة تانية على جواهر رح يوجعني راسي أكتر. ها، ولبين ما يلتقى هذا الرجال بتبقى جواهر ضيفة عندي. انتو كمان تفضلوا، انا ما بقدر احمي بيتكم كل هالقد. انا رايح عن اذنكم، عندي شغل بالمشفى. الله معك. لاروح انا كمان. يلا. الله معك. يلا انا كمان رايح، طالما نامت برجع بعدين. لا تشغلوا بالكم ماجد من عادها. ان شاء الله. شرف. اسلموا دكتور. شو صار لهم هدول؟ هلا صار إلى قيمة عندهم؟ لا لهم أبوها ولا أمها، شو بيكونوا لها؟ وأنت شو بتكلها؟ أنا صديقة، بعدين ابني كان السبب بكل اللي صار فيهم، هو اللي جاب كل المشاكل لعمر، وهو سبب ترك هي البنت بلا جوز وتجويزها لأخوه. تركك من هالحكي يا مالك آغا، أنت عم تجيب على راسك بلوي جديدة، لا تألف حكي وروايات. هي آخر بلوى بتمناها من الله، وإن شاء الله ما أخلص من هالبلوى منوب. وينك لهلا يا أستاذ؟ تعال. إيه وشو صار؟ كيف وضعه هالولد؟ منيح يا أغا، هادي. بكرة الصبح بدنا نروح على المدعي العام، احتمال يتوقف ويتحول على السجن. بعد المعاينة والفحوص لموعد جلسة المحكمة بيبقى هنيك، وبعدها بيطلع قرار معالجته بمحل مناسب. تسأل وين أحسن محل لمعالجته بتبعته لهنيك يا أستاذ؟ أنا بقول أحسن محل اسطنبول طبعا. روح اشتري لي بيت هنيك، قول أبوه هون أو شي تاني، دكتور المختص عم يتفزلك وهو قاعد هون، خليهم ياخذوه لهنيك، اعمل اللي بتحسن عليه عزيزي. يلا. انت ليش عم تبكي؟ خبص خبصة وبده ياخد جزاته بقى، على الاقل بالمستشفى بيكونوا الدكاترة فوق راسه، يمكن يطيب كمان. اذا راح على اسطنبول انا ما ببقى. انت شو عم تقولي؟ نسكن هني ومنروح منشوفه كل اسبوع، وانا برجع مرة بالشهر وبتابع الشغل، وانت رح تكيفي باسطنبول. يلا يلا مرمر، بدي اخذ البيت على البوسفور. ها لا بقى تبكي. يلا
كيف هلأ الست جواهر؟ يا حسرتي عليها نايمة، بتفتح عيونها شوي وبترجع بتنام من الوجع. مسكينة طول الوقت دايخة. هذا نايم هون وهي هنيك، لنشوف شو بيصير. ها كيفه؟ ما عم بياكل، فاق ونام مرة تانية. اي منيح اتركيه، هذا مفعول المنوم. حسن تقوم نرجع على الضيعة؟ لا، لو احسن فيقه، بدي اخده معي على الضيعة. هلا اتركوه، خلوه مرتاح. يا اختي، اذا طاش ما فيكن عليه. اذا اخذناه على الضيعة احسن. بعدين احسن ما يصير مشاكل بيناتكن. لا، نحن تفاهمنا مع بعضنا. ما عاد في شي خلينا نتخانق. منيح منيح. من اي ناحية؟ يعني شو عم يقول؟ قال من هون لحتى اولاد بيجي ومننقي اسمه مع بعضنا، وبعدين بس اقطع الاربعين بيجي بياخدنا ومنروح سوا على اسطنبول. اها، معك صبي ما؟ ايه مزبوط، اذا الله كتب لنا اياه. ان شاء الله خير. اذا هيك نحن ما لنا حابين نعذبكم معنا اكثر. يلا زينب، اشربي كاستك قبل ما تعتم الدنيا.